مع السلامة للي عايز يمشي والمركب اللي تودي ما ترجعش مدام جدع انت معاكو ما بتنفعش في ده يا اي حد ما يقدرش مهرجانات ولا لا؟ طبعا بحب اغاني مهرجانات من صغري. طبعا طبعا. ويجي انت بتحبي اغاني المهرجانات ولا لا؟ لا مش بحب اغاني المهرجانات، ممكن بس في الافراح يعني نشغلها كده على سبيل بس الهيصه بس والفرحه، لكن كاستماع لا ما بحبش استمع ليها كاستماع، هي بس حاجه كده للزيطه وللفرحه بس. لا بصراحه مش بحبها قوي يعني عشان الدنيا ماشيه بس. اكيد بس قليل. ماشي ممكن. لا انا بسمع راب. يعني ساعات اي حد بيسمع يعني بعض الاحيان لا انا اصلا مش بفهم الكلام اللي بيتقال، انا بسمع وخلاص الميوزك، يعني ليه في فرح مثلا في عيد ميلاد في مناسبه اللي هو موسيقى شغاله هيصه وخلاص معموله في المكان جو الهيصه والبهجه بس، لكن ان انا اسمع كلمات او اركز مع المطرب مين لا ما بهتم. عشان الحاجه الوحيده اللي سمعتها والقلب اتفتح لها بجد. تمام. مين اللي ممكن مطرب او مغني يكون بيعلق معاك منهم؟ هو عمر كمان. مين اكتر مغني مهرجانات بتحبه؟ والله اللي اسمعه عن اسمه ايه شاكوش ده وشاكوش وحمو بيكا، هو عمل فلوس بصراحه يعني. يعني مثلا حسن شاكوش، محمد رمضان، اللهم صل على النبي، اوكا اورتيجا. بس بحب اوكا اورتيجا، السادات، مدفعجيه كده. حسن شاكوش ممكن اسمع له هو اغنيه مثلا اغنيتين كده. الناس اللي صوتهم شعبي كويس يعني شاكوش طبعا. حسن شاكوش ما فيش حد مفضل، هو ساعات الاغاني بقى ما بتظهر على السوشيال ميديا والكلام ده فالواحد بيسمع الحاجات دي. حمو بيكا. حمو بيكا بحبه. بحب اغنيه ايه ليهم؟ بحب اغنيه ايه ليهم؟ والله هو انا سمعت كذا مره يعني اللي هي بتاعت اسمها ايه؟ ركبت الاكس 6 دي، ركب عربيه بي ام دبليو اكس 6، بس هو فرحان انه عمل انجاز يعني وكده. هو فعلا عمل انجاز بس على قفا الشعب يعني. لا هي كان في بس اغنيه كده مؤخرا طلعت بتقول يعني لا مش هو البطل اللي هي تقول يعني هتلفوا تلفوا وترجعوا لي ومع السلامه للي عايز يمشي، دي حاسه فيها دروس في الحياه كويسه يعني. اكتر اغنيه بحبها؟ في اغاني كتير الصراحه. يعني بس مش هتني فاكر يعني بصراحه. مثلا لا ما اسمعهاش. عود البطل في كذا اغنيه يعني بحبها كده. بس دماغي هو ممكن اللي ظهرت زمان بنت الجيران والجو ده بس بس ده زمان. اما كان ظهر في الاول بس دلوقتي يعني بتهيألي الناس بطلت تسمع شعبي، قليل اللي بيسمعه الراب زي ما بيقول والناس اللي طالعه دي اكتر. انا هي برضو بنت الجيران طلعت ترند فتره. لا هي احلى اغنيه تقريبا طلعت لشاكوش وكانت ترند جامد جدا. هو شاكوش طبعا يعني اخر اغنيه ليه طبعا مع ويجز يعني اكيد طبعا بنت الجيران عود البطل كل ده طبعا علق يعني مع الواحد. الاغاني بتاعته كلها. لا انا مش حافظ بس انا بحب الاغاني بتاعته كلها. لا عادي كذا اغنيه عملهم حلوين بصراحه مش اغنيه واحده يعني. ان هو عمل لا مش بنت الجيران ولا عود البطل اللي هي اغنيه الغربه بيقولها بيبدع فيها حلو بصراحه وكم اغنيه كده هما بيقولهم حلوين يعني. يعني لو طلبت منك انك تغني لي حته من عود البطل هتغنيها؟ يعني والله معلش اعذرني من دي والله ما بعرفش. لا والله يعني لو طلبت منك انك تغني لي اغنيه دلوقتي يعني هتقول لي ايه؟ بصراحة يعني أقول لك مش حافظ أغاني خالص والله يعني ممكن أغني ممكن أقول لك بس هقول لك أغنية يعني من الحاجات بتاعتها ما بقول وركبت الإكس 6 بس دي اللي أنا اللي بس يعني لا لا ما صوتي مش حلو خالص أحسن شاكوش جديد ولا حاجة قلت لك غني لي حتة كده من بنت الجيران تغني لي ولا لا ما مش حافظها أساسا لا ما فيش ما عنديش موهبه الغناء ما فيش موهبه خالص لا ما بعرفش اغني والله ما بعرف اغني صوتي مش لا ما بغنيش اه والله الاغاني دي اللي بيعلق معاك اكتر الريتم والموسيقى بتاعتها ولا الكلمات عامه لا ريتم الموسيقى طبعا
حتى عارف لو مهرجان اللي هو يسخن جامد اللي هو بس يبقى على قافيته حلوه، لكن هو لو بصيت للكلام هو مش كلام اصلا، مش كلام بس رتم الموسيقى حلو، ساعات بيبقى في حاجات متطابقه مع بعض كده يعني اللي هو في جناس في الاخر بس. لا الكلمات طبعا، الموسيقى والريتم دي على اي اغنيه، ما اي اغنيه بتعمل لها موسيقى وريتم عادي. بس الاغنيه تحديدا تحس ان الموسيقى بتاعها اللي هو دايما بيشد. ساعات في دخله كده. هي عامه بتحب لهم اغاني ايه؟ الاغاني اللي بتحب تسمعها دايما او تدندنها كده؟ بصراحه بسمعش اغانيها دايما، بس في نفس الوقت ما بحفظش اغاني قوي يعني. ما فيش لا حاجه معينه، ان انا اصلا مش بفضل النوعيه دي كاستماع يعني. لما باجي اسمع بسمع مثلا الناس القديمه، عبد الحليم، فايز احمد، او الناس بتوع التسعينات، ايهاب توفيق، عمرو دياب. لكن هي على سبيل الاستماع لا، زي ما قلت لحضرتك كده ان هي بتبقى مثلا على سبيل الفرحه او في مناسبه بس، موسيقى بس فيها زيطه وهيصه شغاله بس. اي يعني كده فاهم، ده الجيل يعني، ده الجيل بتاعنا، الجيل بتاع زمان غير الجيل بتاع اللي بعد كده، كده كل واحد بيحب اجياله بس. لا الموسيقى بتشد.